قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق
فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وافراته. الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا في حضرته. الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. الله 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 الشجر نتق الحجر شق القمر بإشارته. الله 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 يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات.
Réunis au cœur de l'océan Indien, nous célébrons la foi et les talents. Les îles s'unissent dans un concours de récitation du Saint-Coran pour couronner l'excellence de la lecture et honorer la beauté de la foi. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته اتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته
يعلمون أن نحن المسلمون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ غيسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Centre documentation chez l'islam, c'est un centre qui occupe documentation chez l'islam pour tout Ban Dimoun, de Maurice et à l'extérieur, basant l'eau un principe que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire « Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata » que Allah peut faire connaître que sa dîne là, sa religion, l'islam là, c'est un dîne juste milieu. Juste milieu veut dire qu'un dîne qui peine à deux extrêmes, un extrême extrémiste et un autre extrême laisser aller. En même temps, ça, l'islam de modération là, c'est un islam qui occupe un individu pour son dunya et aussi pour son akhirat. Parmi mon activité de CDI, c'est un cours formation pour les jeunes. De nos jours, nous trouvons une délinquance chez tous les jeunes collésiens qui peut tomber dans toutes les qualités fléaux, comme la drogue, comme LGBT. Alors nous finissons amène une alternative. Quand là, nous donnons une formation pour ces jeunes-là, pour capable encadrer eux dans l'environnement sain. Et ça nous fait toutes les semaines dans samedi. Et comme ça même, nous, Aldaban Masjid, nous créons l'environnement pour ces jeunes-là à travers un système qui s'appelle Halaqa. Et tous les dimanches, nous donnons un cours chez tous les sœurs pour expliquer ça. Ibadet qui appelle salat là et comment pratiquer. Comme ça même, d'un côté l'éducation, nous faisons un séminaire, nous organisons une conférence, nous publions un livre, l'éducation. L'autre activité de CDI, c'est concernant le Coran. Nous connaissons ça même, ce livre qui Allah fait envoyer pour guider l'humanité. Alors, nous faire un petit travail concernant le Coran, c'est nous montrer Hifz le Coran et aussi nous distribuer le Coran gratuit et surtout un Coran de traduction. Nous essayons d'organiser une compétition nationale et nous envoyons nos bons élèves pour participer à une compétition internationale au niveau Coran pour encourager eux pour rester attachés avec ce livre qui s'appelle le Coran là. Et nous, si c'est un plus grand alternatif pour nos jeunes, pour ne pas égarer, c'est qu'on reste attaché avec le Coran. Au niveau social, nous distribuons ce food pack pour les gens dans la nécessité. Et ces gens-là, les enfants, nous accompagnent surtout au niveau de l'éducation. Nous donnons des livres, des cahiers, des souliers, etc. Et les jeunes qui voulaient suivre un cours pour être capables de développer dans la vie, nous donnons un cours, nous payons ce cours-là. Et aussi, les vieux démons, c'est bizarre, acheter des médicaments aussi, nous organiser pour acheter des médicaments. Au niveau CDI, nous avons une activité qui s'appelle le développement. Développement dans la construction de masjid, alhamdulillah, nous faisons des efforts pour construire un masjid, Maurice et international. Comme ça même, nous aide dans la construction de puits dans les autres pays, comme le monde bizarre, et aussi dans le projet WAKF, un projet important qui CDI prend bien en considération. Alhamdulillah, nous recevons une délégation depuis extérieur et nous faisons un échange, surtout au niveau Coran. Un bon exemple qui fin ena, un frère de Mayotte. Et nous avons un frère de Madagascar aussi. Comme ça même, nous avons un Makka Educational Tour qui nous organise tous les années à peu près une vingtaine de bandari qui suivent cours dans Makka. Et quand je suis retourné par l'eau d'Allah, Alhamdulillah, je suis capable d'améliorer le Tawa. Comme ça même, nous avons une quiz competition qui fait tous les années. Et sa quiz competition là, l'online, et ban qui sont aussi premier, second, je gagne Hajj,
un VIP qui parle d'Allah, ça aussi, plusieurs années, nous finissons organisés. Chers frères et sœurs, Palestine, Masjid al-Aqsa, c'est priorité de tout ban musulman. Malheureusement, à l'île Maurice, nous pas donne sur l'importance sa quantité-là, parce qu'il s'est même premier qibla ban musulman, deuxième masjid qui finit à ranger le latir, et troisième place qui est recommandée pour nous aller visiter comme ibadat. Alors, alhamdulillah, au niveau CDI, plusieurs activités nous organisées parce que tous les années, au niveau ban jeunes, ban enfants et ban grands, nous donne l'éducation, nous explique qui peut arriver, nous explique l'histoire et nous fait ban enfants, ban jeunes participer, par exemple ban drawing competition, ban essay competition, pour faire juste vivre sentir que Palestine, Masjid al-Aqsa, ils font partie dans nos aqida. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. Si قيامت peut arriver et dans un parmi les autres l'armée il y a une bouture et si les autres capables qu'ils ne pas lever jusqu'à qu'ils ne plantent les qui les plantent les ban zenes ban frères ban sœurs CDI, par l'eau d'Allah, peut donner l'occasion pour investir pour l'akhirat. Vous connaissez ce qui veut dire le mot investissement. Si on trouve ça bonne activité qui nous peut faire là, c'est nous peut donner nos frères et sœurs et surtout nos jeunes une occasion pour investir pour l'akhirat, pour ne pas égarer, pour vivre ce qu'ils nous appellent le juste milieu de l'islam, al-wasatiyatul islam. Pas extrémiste, ni laisser aller. Alors, joignez-nous au niveau CDI, participez avec nous, contribuez avec nous. Inch'Allah, nous joignons dans la Jannah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لونج الله que la prière et la paix soient sur les messagers d'Allah aussi sur ceux qui ont suivi la guidée et ont évolué dans leur voie jusqu'au jour qiyama. Honorable invité, chers spectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous tenons à vous remercier pour votre présence aujourd'hui et hier. Cela met en évidence votre attachement et votre amour pour ce Coran. Qu'Allah accepte vos efforts ainsi que vos venues parmi nous. Allah yataqabbal juhudakum insha'Allah. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est n'est pas simplement pour les concours, mais c'est principalement pour honorer le meilleur des paroles, la parole d'Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Alladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratul kiram al-barara » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « C'est lui qui récite le Qur'an parfaitement » est avec les généreux anges. Chers frères et sœurs, nous avons en effet la chance de rencontrer nos frères et sœurs de différentes lignes et cultures à l'ombre de l'islam et du Coran. J'espère que vous passez un bon moment ici à Maurice et qu'Allah nous réunit dans son paradis comme il nous a réunis ici aujourd'hui. Alhamdulillah. Tout s'est passé hier bien pour le 5 juz
Et Inch'Allah, aujourd'hui, on va passer pour le 15 juz et demain, Inch'Allah, pour le 30 juz. Qu'Allah honore notre ulama, notre huffaz et notre lecteur et qu'Allah accepte nous comme ses familiers. Allah يحفظ علماءنا وحفاظنا وأبناءنا ويجعلنا من أهل القرآن وخاصته وهم أهل الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Réunis au cœur de l'océan Indien, nous célébrons la foi et les talents. Les îles s'unissent dans un concours de récitation du Saint-Coran pour couronner l'excellence de la lecture et honorer la beauté de la foi. حاتم جيب جهاز بناء ذا اللي عندكم. صوت القراء يناديكم نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا.
وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نستأنف اليوم الثاني من مسابقة وجائزة القرآن الكريم لجزر المحيط الهندي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour du concours du Coran pour les îles de l'océan Indien, et on va procéder avec les participants dans la catégorie de 15 juz. Et on appelle le premier participant Nadrul Mutasabiq al-Awwal Humadi. Saïd Ali min Mayout. On appelle le premier participant Humadi Saïd Ali de Mayout. نموذج رقم 6 النموذج بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ من قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا حسبك اقرأ من قوله تعالى وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار
أَمَّنْ هُوَ قَانِطٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب حسبك ولمن خاف مقام ربه جنتان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بارك الله فيك وفقك الله. نود هنا أن نشير ورد في هذا المقطع في الآية ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. هذه الألف التي وردت في كلمة قواريرا هي إحدى سبع ألفات في القرآن الكريم، تسمى بالألفات السبع. هناك سبع ألفات في سبع كلمات في القرآن الكريم تثبت وقفا وتحذف وصلا. سبع ألفات في سبع كلمات في القرآن الكريم تثبت وقفا وتحذف وصلا. فلو قرأنا وأكواب كانت قوارير قوارير، هكذا نقرأها، تثبت وقفا وتحذف وصلا. والكلمات الأخرى هي أنا في جميع القرآن الكريم، ولكن في سورة الكهف، والظنون والرسول والسبيل في سورة الأحزاب، وسلاسل في سورة الإنسان. وهذه أيضا لها حكم خاص، في حال الوقف لها وجهان، لنا أن نقف سلاسل وسلاسل، هذه الكلمة لها وضع خاص. والكلمة السابعة هي كلمة قوارير الأولى وليست الثانية. هذا فقط من باب الفائدة، بارك الله فيكم. ندعو الآن إلى المنصة المتسابق الثاني. ندعو المتسابق الثاني باتيل إليان من Réunion. On appelle le deuxième participant, Patel Iliane de l'île de la Réunion. نموذج رقم 8. إليان باتل. استعن بالله تعالى واقرأ من قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا النصف الأول. ثمانية نفسه. نفسه رقم ثمانية. استعن بالله تعالى واقرأ من قوله: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. حسبك. اقرأ من قوله تعالى:
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. حسبك. اقرأ من قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان
والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حسبك. اقرأ من قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وإما نرين إنك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أن
إِنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك. ندعو المتسابق الثالث رشدي عبد الرحمن من جزر القمر. On appelle le troisième participant رشدي عبد الرحمن des Comores. نموذج رقم 2. من الأول ولا نصف الأول ولا نصف الثاني؟ الثاني الأوائل من البقرة إلى الكهف. أيوة أخير. Premier ou dernier؟ بقرة من الكهف إلى الناس. استعن بالله تعالى واقرأ من قوله: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد غاب من حمل ظلما. أعد وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد غاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ومن يعمل من الصالحات
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما قرآنا عربيا خير ذي عوج لعلهم يتقون. اقرأ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وقرآنا عربيا فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وقلنا يا آدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وقلنا يا فقلنا يا آدم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى حسبك اقرأ من قوله تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآمن له لوط وقال إن فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم فآمن له لوط
وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. في سورة العنكبوت. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. اقرأ من قوله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. قل إن ربي. سورة الزخرف. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا
إلا أن وما نقموا أن يؤمنوا بالله وما نقموا منهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم العزيز الحميد وما نقموا إلا أن وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا وما نقموا وما نقموا أن يؤمنوا وما نقموا منهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد حسبك بارك الله فيك ما شاء الله تبارك الله وفقك الله ندعو المتسابق الرابع توفيقي أنتوان جان سومن جاهاناري أزوناي من مدغشقر. On appelle le quatrième participant توفيقي أنتوان جان سومن جاهاناري أزوناي de Madagascar. نموذج رقم 5 من سورة البقرة نموذج رقم 5 في البداية استعن بالله تعالى واقرأ من قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك وقل أسلمت وجهي لله إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الذين يكفرون فإن حاج جوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد حسبك اقرأ من قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله
فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. حسبك. اقرأ من قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين.
ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب سورة يونس وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون اقرأ من قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما من سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأصفاكم بالبنين أفأصفاكم ربكم بالبنين أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا فما يزيدهم إلا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا فما يزيد وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون
قل لو كان معه آلهة كما يقول كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا كما يقولون إلى ذي العرش إذا لابتغوا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا حسبك بارك الله فيك وفقك الله أخي الحبيب ندعو المتسابق الخامس بيبوكس حذيفة من موريشيوس On appelle le cinquième participant, Pierre Bocos Huzaifa de l'île Maurice. Huzaifa, l'île Maurice. شيخ يوسف قرب له الكرسي قرب له الكرسي ان شاء الله réunis au cœur de l'océan Indien Nous célébrons la foi et les talents. Les îles s'unissent dans un concours de récitation du Saint-Coran pour couronner l'excellence de la lecture et honorer la beauté de la foi. الأوراق الشيخ محمد الشيخ محمد حطيت الأوراق صحتي نموذج رقم ثلاثة من البداية
استعن بالله تعالى واقرأ من قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح خطأ. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ويسألونك ماذا ينفقون. تنبيه: ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حسبك. اقرأ من قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد
وصيتي يوصين بها أدين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أدين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين حسبك اقرأ من قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي جعل لكم الليل تنبيه هو الذي جعل لكم تنبيه هو الذي جعل هو الذي هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها هو الذي خلقكم من نفس وجعل من نفس واحدة وجعل منها زوجها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الصالحين تنبيه لئن آتانا
لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم لا يخلقون تنبيه أيشركون ما لا يخلق أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم لا يخلقون وهم يخلقون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبك اقرأ من بداية سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك ألف لام ميم را ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى إلى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يدبر الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم لعلكم بلقاء ربكم توقنون لعلكم بلقاء ربكم توقنون
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا وعظاما أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حسبك بارك الله فيك وفقك الله ما شاء الله تبارك الله الآن تشارك معنا إحدى المتسابقات في فرع 5 أجزاء لم يتسنى لها الحضور في يوم أمس فلتتفضل Et pour maintenant, nous avons une participante. وصلت الآن من المطار. Nous avons une participante dans la catégorie de Saint-Jews qui va participer avec nous. Et Ali Zayana, c'est ça ? De l'île de la Réunion. Donne-moi. نموذج رقم 7. الاسم علي زيانة ايش علي زيانة علي ممكن علي الدولة رينيون استعيني بالله تعالى واقرئي من قوله وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. حسبك. اقرأي من قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يعلموا أنما الحياة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اقرأي من بداية سورة المرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. حسبك بارك الله فيك وفقك الله إن شاء الله. تبارك الآن تشنف آذاننا إحدى الأخوات بقراءة المنظومة الجزرية فلتتفضل. Et maintenant, nous allons appeler une candidate, Ali Layana, de l'île de la Réunion, pour la lecture du poème d'Al-Jazariya, c'est-à-dire les règlements du Tajwid dans une poème de Muhammad ibn al-Jazari. تقرأ عليه نسخة خلاص نقرأ بسم الله تقرأ الجزيرية كلها الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسنقوم بإذن الله عز وجل بعرض المقدمة الجزيرية كاملة ثم بعد ذلك سنجيز الحاضرين والسامعين بها بإذن الله تبارك وتعالى بالسند المتصل إلى الإمام ابن الجزري عليه مغفرة الله تبارك وتعالى ورضوانه. نعم. La fille va réciter le poème de Ibn al-Jazari. Et ce que le cheikh dit, c'est la personne et l'assistance, inshallah, vont avoir le ijaza jusqu'au cheikh Mohammed ibn al-Jazari. Yeah.
On attend que le adhan soit terminé. نبدأ بإذن الله. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفوي ربي سامعي محمد بن الجزالي شافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصاح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها في معرفة مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف آلف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء. ومن وسطه، ومن وسطه، ثم لوسطه، كلاهما صحيح. ثم لوسطه، ثم لوسطه فعين حاء، أو ومن وسطه فعين حاء، كلاهما صحيح. نعم. ثم لوسطه فعين حاء. أدناه غين خاوها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافاته إذ واليا. لضراس من أيسار أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها.
والنون من طرفه تحت اجعلوا، والراء دانه لظهر أدخلوا، والطاء والدال واتى منه ومن، عليا الثنايا والصفير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثال العليا، من طرفيهما ومن بطن الشافة، فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة، للشافتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. في صفات الحروف للشافتين، للشافتين الواو باء ميم، الواو الواو للشافتين الواو باء ميم، للشافتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. في صفات الحروف صفاتها جهر وارخ مستفل، منفاتيح مسماتات والضد قل، مهموسها فحثاه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين لخو والشديد لنعمر، وسبع علو خص ضغط قذ حاصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقالات قطب جاد واللين، واء وياء سكنا وانفتح، واو وياء سكنا وانفتح قبلهما والانحراف صحيحا، في اللام والراء بتكليل جعل، وللتفشي الشين ضادا نستطيل. التجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حليات التلاوة وزينات الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفات لها ومستحقها، وهو إعطاء الحروف حقها من صفات لها ومستحقها. لا أظن مكسور البيت هنا. وهو إعطاء الحروف حقها وهو إعطاء الحروف حقها من صفات لها ومستحقها، وهو إعطاء الحروف حقها من صفات لها ومستحقها. وردوا ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة ملي بفكه. في الترفيقات باب في ذكر بعض التنبيهات، باب في ذكر بعض التنبيهات. نعم. فرقيقا مستفيلا من أحرفي، وحذيرا تفخيم لفظ الآلف، وهمزاء الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لا مال الله لنا، وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصات ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدات والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوات اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقيلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبيانا، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسطو يسقو. باب الراء ورقيق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يجاد، وأخفي تكريرا إذا تشدد. باب اللامات وأحكام متفرقة. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا، لطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع ما ستا والخلف بنخلق وقع، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحذورا عصى،
وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأول مثل وجنس إنساكا أدغمك قل ربي وبلى وأب في يومي مع قالوا وهم وقل نعم سبحوا لا تزغ قلوبا فالتقم باب الضاد والضائم والضاد باستطالات ومخرجي ميز من الضاء وكلها تاجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لا ضاش واضو كظم ظلما أغلو الظلما ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جاوى عيض سوى عيضين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعارنا ظلوا يظللنا محذورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قصيرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف ساميم وفي ظنين الخلاف وفي ظنين الخلاف سامي ظنين وفي ظنين الخلاف سامي نعم. وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يا عبد الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفيها جباههم عليهم باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة وأظهر الغناة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغناة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي باب أحكام النون الساكنة والتنوين وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والداغم في اللام والرلا بغنات لازم وأدغما بغنات في يمين إلا بكلمة كدنيا عنوان والقلب عند الباب غنات كذا لإخفى لدى باقي الحروف أخذا باب المد والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثابتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي وجائز إذا أتى منفصلا أو عارض السكون وقفا مسجلا باب معرفة الوقف والابتداء باب معرفة الوقف والابتداء وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف وبالابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله وليس في القرآن من وقف واجب ولا حرام غير ما له سبب باب المقطوع والموصول واعرف لمقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع بعشر كلمات ألا مع من جاء ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هودلا يشتكن تشتك يدخلا تعلو على ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما نه قطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أم من أسسا فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما كسر إنما وألم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا ثاني فعلن وقعت روم كلا تنزل الشعراء وغيرها صلا فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء صف وصل فإن لم هودأ لن نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى حج عليك
حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي كذا من الويا وها لا تفصلي كذا من الويا وها لا تفصلي نعم باب التاءات باب التاءات ورحمة الزخرف بالتاء زبره لعرافر من هودك في البقرة نعمتها ثلاث كاف البقرة لعرافر من هودك في البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها عمران لعنة بها والنور والنور وامرأة وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا والأنفال وأخرى غافري كلا والأنفال كلا والأنفال وأخرى غافري قرة عين جنة في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف باب همز الوصل وبدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امري واثنين وامرأة واسم مع اثنتين باب الوقف على أواخر الكلمة وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقاري القرآن تقدمة والحمد لله لها أبياتها قاف وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقاري القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاين أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد تجويد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله جزاكم الله خير طبعا ختمنا بهذين البيتين الأخيرين لكونهما ليس من المنظومة المنظومة تنتهي إلى قول الناظم أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد فهي 107 أبيات والبيتان اللذين أو اللذان بعد هذه الأبيات الحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من ماله أضيفت بعد ذلك على المنظومة وليست من نظمه رحمه الله رحمة واسعة وأجيزكم بما سمعتم وبكل ما تصح لي روايته وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الذي يريد الإجازة يسجل اسمه فقط جزاكم الله خيرا Le Cheikh vous dit que n'importe qui a écouté et veut l'Ijaza, donnez votre nom, s'il vous plaît. Et après, et pour l'instant, on va prendre un break et on va avoir le déjeuner et qui sera servi à tous ceux présents. Et ensuite, on va faire la salat d'Ohr, et on reprend, Inch'Allah, après. On a mis une heure, c'est-à-dire on reprend à deux heures, Inch'Allah. On reprend à deux heures, Inch'Allah. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وإن كان لي تعليق على قراءة المنظومة الجزرية يعني نود التأكيد يعني الإمام ابن الجزري وضع هذه المنظومة ليؤكد فيها على أحكام التجويد ويشير فيها إلى بعض الملاحظات فمثلا واحرص على السكون في جعلنا فالإمام الجزري يؤكد على إظهار اللام في جعلنا وهكذا غيرها من الأحكام مثل أحط وغيرها من الأحكام الواردة في المنظومة الجزرية فالأولى عند قراءة المنظومة أن تقرأ بالتجويد والتوضيح
لأن هذا الغرض وهذا الأساس من تأليف المنظومة الجزرية أن تراعى هذه الأحكام. فالأولى عندما تقرأ المنظومة تقرأ بمراعاة الأحكام. أنقض ظهرك يا عض الظالم، يجب أن نوضح بين الضاد والظاء، تمام، لا أن نقرأها سريعا. فالإمام الجزري ما ذكرها إلا ليؤكد على مثل هذه التنبيهات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نلتقي بإذن الله عز وجل في الجلسة الثانية بعد صلاة الظهر. بارك الله فيكم وحفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. Résumé ce que le cheikh a dit, c'est le poème de Ibn al-Jazari. Ça nous fait différencier entre les lettres et quand Réunis au cœur de l'océan Indien, nous célébrons la foi et les talents. Les îles s'unissent dans un concours de récitation du Saint-Coran pour couronner l'excellence de la lecture et honorer la beauté de la foi. Oh my God.